طيب اهلا وسهلا بحضراتكم. خلونا بقى نتكلم بشكل اكثر استفاضه عن القمه العربيه الاسلاميه الطارئه، خد بالك من كلمه الطارئه، لبحث سبل مواجهه التصعيد المستمر في الاراضي الفلسطينيه المحتله. يحدثنا في ذلك ويحلل لنا الموقف دكتور ايمن سمير خبير العلاقات الدوليه بالاهرام. منورنا دكتور. اهلا بك يا استاذ يوسف واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بك دكتور. هذه القمه شهدت حضور واسع جدا من قيادات عربيه واسلاميه كبيره جدا، والرئيس كان عنده كلمته، والرئيس عمل مجموعة من اللقاءات الثنائية. يمكن الناس ركزت جدا على لقاء الرئيس مع إبراهيم رئيسي، ركزت على لقاء الرئيس مع بشار الأسد، ركزوا على لقاء الرئيس مع رجب طيب أردوغان. وهنا هسأل على مسألة النقاط المضيئة في هذه القمة الطارئة. يعني أول حاجة استاذ، خلينا من حيث الشكل، اولا هذه قمه تجمع الدول العربيه 22 دوله عربيه وكل الدول الاسلاميه في العالم، ممثلي كل الدول الاسلاميه. الدول العربيه 400 مليون نسمه، العالم الاسلامي 1.8 مليار نسمه. هذه القمه لم تكن قمه عاديه، لم تكن قمة إقليمية على مستوى، هي تمثل يعني أكثر أو ما يقرب من 2 مليار من البشر، ده رقم واحد. مساحة التوافق تصل إلى التطابق، لو عملت مقارنة بين كل كلمات الزعماء والرؤساء الحاضرين في هذه القمة، هم متفقين على كل شيء. وبالمناسبة ده أمر غير موجود لا في المنظمات الإقليمية ولا في المنظمات الدولية. احنا شفنا في مجلس الأمن مثلا على سبيل المثال منذ بداية الحرب في 4 مشروعات قرارات طرحت على المجلس وجميعها فشلت. فشلت ليه؟ لأنها لم تحصل على 9 دول فقط من ال 15 دولة، وما كانش فيه الفيتو، لا في كل الأربع مشروعات قرار حصل الفيتو، وبالتالي فشلت هذه القرارات بالكامل. إذا احنا أمام تمثيل ضخم، دعوة من ما يقرب من 2 مليار نسمة من سكان العالم، حضور واسع جدا، مساحة توافق غير مسبوقة. تقريبا ما قالته مصر في قمة القاهرة للسلام يوم السبت 21 أكتوبر الشهر الماضي، كلمة مصر وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لو شفت 31 بند اللي طلع بيهم مشروع البيان الختامي للقمة، تجد ما قالته مصر وما دعت إليه مصر موجود نصا في هذه البنود. كل ال31 ما جاء من مصر في قمة القاهرة للسلام للسلام، دي نقطة. البند الرابع في دعم بالنص ان الدول اللي هم الدول العربية كلهم 22 دولة عربية، ان كل الدول الإسلامية بما يمثلونه من 1.8 مليار دولار يدعمون، البند الرابع موجود نصا في البند، يدعمون وجهة نظر مصر وكل الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في هذه اتجاه هذه الحرب. ايه هي وجهة النظر المصرية؟ فصلوها في البنود اللي بعد كده. أول شيء دعوة مصر وقف إطلاق نار شامل ودائم. ووجهة النظر المصرية تختلف، وفي مساحة كبيرة جدا جدا بينها وبين ما يدعو إليه البعض في الغرب. البعض في الغرب بيدعو إلى هدنة إنسانية، هدنة إنسانية مؤقتة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، تبقى في بيت لاهيا، تبقى في بيت حنون، تبقى في غزة، مختلفة المكان ومختلفة الزمان. مصر بتقول لا، احنا عايزين وقف اطلاق نار شامل في كل الاراضي العربية الفلسطينية المحتلة، لان بالمناسبة العين كلها على قطاع غزة، لكن في مشكلة اكبر موجودة كمان في الضفة الغربية. طبعا الجيش الاسرائيلي، المستوطنين الاسرائيليين كمان بيقوموا بمجازر وعنف ضد الفلسطينيين، وده وضع خاصة ان هم مسلحين على مرأى ومسمع من حكومتهم والعالم، والعالم وشايفهم ولا يتخذ اي اجراء، ده رقم واحد. رقم اتنين ان مصر، وده مهم جدا استاذ، مصر بيان مصر يوم 8 اكتوبر يعني في اليوم الثاني للحرب على غزة، قالت ان ما يجري في المنطقة هيعمل حاجتين في غاية الخطورة، ان هذا الصراع ممكن ان يتمدد لدول موجودة في الإقليم أو حتى خارج الإقليم، وأن هذا الأمر قد يؤدي إلى أو في هدف أو في نية لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. ده كان يوم 8، النهاردة يعني تاني يوم للحرب على قطاع. ده بيبين أن في فهم
من الدولة المصرية والقيادة المصرية للنوايا لدى الطرف الآخر، عارفة نواياه وعارفة أدواته وعارفة إجراءاته. علشان كده مصر من الأول كانت خطتها واضحة، أول شيء إصرار على دخول المساعدات، ودي نقطة في غاية الأهمية طبعا. مصر فرضت إرادتها في دخول المساعدات إلى قطاع غزة في البداية قبل خروج أي شيء من أي أحد من القطاع. لماذا؟ لأن عدم دخول المساعدات إن يوفر بيئة سلبية مع يعني طرد الفلسطيني من الجزء الشمالي من القطاع للجزء الجنوبي، مع عدم وجود مساعدات، مع عدم وجود أدوية، هتخلق بيئة إيجابية ومناسبة تماما لطرد الفلسطينيين برا قطاع غزة. لكن كلما أدخلت المساعدات كلما ساعدت في صمود هذا المرابط الفلسطيني في أرضه، كلما ساعدت أن يتمسك هذا الفلسطيني بأرضه. عشان كده القمة فيه بيان مهم جدا، توفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو في القدس الشرقية أو في قطاع غزة. الحاجة الثانية، لما مصر بتقول إطالة أمد الحرب بيزيد أو بيخلق بيئة لتمدد الحرب وتوسع الحرب. إحنا شايفين إن الحرب كل الأطراف سواء في المنطقة أو خارج المنطقة بتقول إن اللي بيحصل ده ممكن فعلا إن الحرب تتوسع، وإحنا شايفين الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان يعني تكاد تكون مفتوحة، شايفين إن استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، شايفين الحوثيين في اليمن بيطلقوا معرفش صواريخ ومسيرات. إذن البيئة مهيئة لانتشار هذه النار وألسنة النار خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، خارج قطاع غزة. أنا كمان تقديري الشخصي أن الحضور الأمريكي، الذخائر الأمريكية، الأسلحة الأمريكية، حاملات الطائرات الأمريكية لم تأتي فقط من أجل قطاع غزة، أو لم تأتي فقط من أجل إسرائيل، أو حتى لم تأتي فقط من أجل إيران وأزرعها كما يقول البعض. أنا في رأيي هذه القوات الأمريكية أرسلوا 10 منظومات دفاع، منهم حوالي 7 أو 8 باتريوت. منظومة الباتريوت الواحدة تمنها على الشركة اللي بتصنعها تمنها $1 مليار، بالإضافة لمنظومات ساد، منظومة الدفاع الصاروخية ساد دي الأغلى في العالم، ولا تستطيع إلا دول نادرة زي اليابان وكوريا الجنوبية هم اللي اشتروها، وبتنشرها الولايات المتحدة الأمريكية في حدود ضيقة جدا. أرسلت 10 منظومات باتريوت وساد إلى الشرق الأوسط، بالإضافة لحاملتين طائرات اللي هي جيرالد فورد ودوايت أيزنهاور، بالإضافة للغواصة اللي بتعمل بالطاقة النووي. هذا الحشد العسكري بالإضافة للأفراد، يمكن احنا خدنا بالنا من المعدات، الأفراد، حاملة الطائرات فقط جيرالد فورد عليها 5000 جندي أمريكي.